في محتمل ان هي ترجع تاني يتكشف عليها تاني او تدخل يبقى احنا هنقضيها لجنب، هنقضيها لجنب. هو حطت على الراس في الفلفل وملح، دي حاجه شهور في القضيه دي. اربع شهور كمان مصير القضيه. ناخد شهر كمان، ايه المشكله؟ كمان شهر، ايه المشكله؟ يعني بكره مفيش تقاضي، ده القضاء المصري. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوب، احنا بنتقدم بالاعتذار ان احنا اتاخرنا على نشر الفيديو ده، لكن كانت في ظروف عائليه خاصه هي اللي اخرتنا عن مباشره قضيه المتهمه بقتل ابنها سعد هناء حسن حطروش بنت كفر شلبي مركز مدينه فؤوس محافظه الشرقيه. طب ايه اللي حصل النهارده في الجلسه اللي يمكن هنقول ما عدناش عارفين نعد الجلسات يا ساده بما يرضي الله؟ جلسات متفاوته، تقرير طب ثلاثي، تقرير طب نفسي خماسي، لكن الجلسه النهارده تم تاجيلها لرد المحكمه. يمكن كلمه رد المحكمه ده يمكن مفهوم قانوني، وطالعين نوضح لحضراتكم المفهوم القانوني بتاع رد المحكمه، يعني اتاجلت لغدا ومش عارفين قرار المحكمه هيكون ايه. تواجد زي ما احمد حمد طلع وقال ان انا بعت الرجاله بتوعي في المكتب، وده طبعا كلمه تعاب على احمد حمد، لان الرجاله بتوعك دول ناس لهم قيمه وقامه وناس محاميين زيك بالظبط، بس مش قادرين انهم يفتحوا مكتب او يجيبوا مكتب وشويه كتب ويحطوهم، او من ناس من اللي بتتدرب خريجي كليه الحقوق، فطبعا احنا بنعيب عليه، لان طبعا يعني ما يرفضه من قول الا لديه رقيب عتيد. الناس دي مش هنتكلم كتير، لكن احنا زعلانين من احمد حمد ان هو بيقول على يمكن الناس اللي شغاله معاه الرجاله بتوعي، المفروض نقول زمايلي في المكتب ونعدي الدنيا. طيب احمد حمد ما حضرش، مش عارفين بقى يعني مقلق ان هو يتم القبض عليه علشان قرار الضبط والاحضار اللي طالع له، فالنيابه العامه او مباحث الشرطه مش هزيله او ضعيفه انها تجيب احمد حمد وتجيب كمان مثلا 3-4000 واحد يقبضوا عليهم في نفس اليوم، لكن احمد حمد ما تواجدش في الجلسه بتاعه النهارده. طب ايه كواليس الجلسه؟ الرجاله بتوع احمد حمد كانوا موجودين، وكانوا موجودين في قاع المحكمه، وهنا طالب المستشار سمير اللي هو محامي الطفل سعد او محامي محمد حسن حطروش اللي هو الزوج برد المحكمه. يعني ايه برد المحكمه؟ رد المحكمة يعني عاوز يغير هيئة القضاء، يعني هنا المحكمة من اعتقاده انها مستشعرة الحرج او مش على قد المسؤولية، عشان بصوا يا جماعة ينقول كلام في محله ينقول حله حله، مش طبعا الخواطر في الحقوق بتكون يعني فيها احراج، لا احنا ما عندناش احراج، هنتكلم في كل ما يدور في كواليس الجلسات ونين اللي الناس ما يقصده وما ينوي المحامين. الاستاذ سمير اللي هو محامي الطفل سعد طالب المحكمة بردها، يعني ان انا عاوز انقل القضية من المحكمة دي لمحكمة تانية. طيب هنا رد المحكمة هيكون ايه؟ طبعا يعني هم بياخدوا قرارهم النهاردة وهيكون القرار غدا ان شاء الله. هنا المحكمة يا اما توافق على القرار وتقدم بقى من استشعار الحرج وتنقلها لمحكمة تانية، وده عمرها ما حصلت في القانون المصري او في القضاء المصري، لما كل محامي ما يعجبوش المحكمة ننقل القضية من محكمة لمحكمة تانية، يبقى ان شاء الله هنلعب بقى يعني ايه المحاكم الاحتياطية، يطلع لنا بقى محكمة احتياطية عشان لو عجزوا عن، فطبعا ده تشكيك في السلطات المعنية وتشكيك في مؤسسات الدولة، ولا نقبل بتغيير المحكمة سواء استشعار او مش قادرة انها تحكم او بتبت. لكن احنا بنقول للأستاذ سمير شوفوا احنا بنقول ايه، الغلطان انت غلطان، وبنعاتب الناس وبنطلع لهم اخطائهم، لان الحق ما فيهوش خواطر. احنا طبعا المحكمة هترفض الطلب بتاع تحويل القضية من محكمة الزقازيق لمحكمة تانية، لانها ما حصلتش قبل كده في القضايا او في القانون المصري. المحكمة أكيد هترفض الطلب اللي تقدم به الأستاذ سمير، وهي اللي هتبت في القضية. طيب احنا عاوزين نعرف القضية بقى لها جلسات كتيرة قوي والناس تعبت بجد، يعني ده مش قضية يعني قضية أم الحنة، واخدين بالكم؟ ولا قضية ثعلب، الثعلب فات وفضيله 7 لفات، ده قضية عادية، وعندنا تقارير طبية وعندنا أقوال وعندنا تمثيل جريمة وعندنا اعترافات وعندنا شهود وعندنا حاجات كتيرة قوي. إيه السبب في التأجيل وإطالة الجلسات؟ برضو عاوزين نوضح لحضراتكم ان القضاء المصري ما بتفرقش معاه الوقت، يعني ما بيهموش الوقت، ممكن القضية يحكم فيها بعد سنة وبعد اتنين، لان القضاء المصري عندنا هنا في مصر يعني ممكن يبرأ مجرم ولا يظلمش بريء. طيب هنا ايه الكواليس اللي حصلت جوه الجلسة؟ حصل خلاف
كبير قوي ما بين اللجنة الثلاثية واللجنة الخماسية. طب اللجنة الثلاثية بتقول ايه؟ بتقول ان هناء عالة. طب اللجنة الخماسية بتقول ان هناء مجنونة. طب نصدق مين؟ يعني نصدق اللجنة الخماسية ان هي بتقول انها مجنونة وكده نكذب اللجنة الثلاثية، او نكذب نصدق الثلاثية؟ لخبطة يعني، كل الناس متلخبطة ومحتارة في القضية، وكل كنفة وكل طرف في القضية سواء من دفاع المتهمين او المجني عليه يقول لك الحق معايا، دفاع القاتلة هناء حطروش يقول لك لا ده هناء مجنون. طب دفاع الاستاذ سمير المجني عليه يقول لك لا ده هي عاقلة وبيستند الى قرار الإحالة، والنيابة العامة طلعت في اول القضية وقالت يا جماعة مفيش حد يتكلم في القضية واحنا بنحذر الناس علشان لعدم زعزعة الرأي العام وإشاعة الفتن والحاجات دي كلها. لكن التقرير المبدئي من خلال مباشرة النيابة العامة للقضية ان الست عاقلة. طب الناس دلوقتي محتارة نعمل ايه؟ يعني دلوقتي يا ترى القضاء القضية دي وضعته في موضع احراج ان هو يمشي ورا اللجنة الثلاثية، هو دلوقتي يا اما يمشي ورا اللجنة الخماسية، لان دلوقتي الفصل في القضية ما عادش اقوال ولا عاد مرافعة، واخدين بالكم؟ ولا عاد شهود ولا عاد استدلالات ولا ولا ولا، الفصل في القضية هو التقرير الطب النفسي. طب المحكمة تمشي ورا مين؟ لا انا من وجهة نظري يعني، لان لو المحكمة ايدت قرار اللجنة الخماسية فتتعرض اللجنة الثلاثية للمساءلة القانونية. يعني في ده طبيب نفسي وانت مش طبيب نفسي، وانت بتنفخ نفافيخ او بتنفخ بلالين او بتبيع مية بسكر في الشارع. احنا عاوزين انت الطب اللي انت درسته والقرار اللي انت قلته في القضية دي بناء على ايه؟ ده لو اللجنة الثلاثية طلعت غير صادقة. طب لو اللجنة الخماسية نفس الموال بالظبط. فانا اعتقد من وجهة نظري، مع ان انا راجل مش مهنة ولا راجل قانوني، فانا اعتقد ان المحكمة هتجوب. يعني ايه هتجوب؟ يعني هتشيل تقرير اللجنة الثلاثية وتشيل تقرير اللجنة الخماسية، وممكن القضية تتحول للجنة سبعية ونقضيها لجان. يعني احنا فاضيين ونقعد بقى اللجنة السبعية ما تنفعش احمد حمد، طب تعالى عاوزين لجنة تسعية، وبعد كده لجنة احدشرية واحد تلتاشرية. يا جماعة عاوزين القضية تنحل والقضية يعني يزل الستار فيها، علشان الناس كل الدنيا متابعانا وكل الدنيا شايفانا، علشان القضاء المصري يفضل زي ما هو في المعيار اللي احنا بنحترمه. فانا من رأيي ان يتم يعني الاستبعاد لقرار اللجنة الثلاثية وقرار اللجنة الخماسية، ويكون في قرار قاسم وقاسم من هيئة القضاء المتولية للقضية. خلاص احنا هنعتري ثلاثية وخماسية وربعية ومش عارف ايه، وتعالوا يا جماعة احنا هنعمل قرار نهائي للجنة السبعية، لان القرارين مختلفين مع بعض، واحنا ما جبناش مدرس يطلع قرار وجينا دكتور يطلع قرار، ده دي دكتور نفسي وده دكتور نفسي، وثلاثية قريبة قوي من الخماسية. فده اللي احنا هنشوفه في جلسة غدا. هل بقى الجلسة هتتحجز بكرة للنطق بالحكم، ولا هيتم استبعاد اللجنتين الماضيتين وهنا يتم الاعتماد على لجنة سبعية او تسعية؟ يعني نشوف بقى مدى اللجان ده او لجان الطب النفسي اخرهم ايه. يعني لو في 11 او في 15 ممكن القاضي هنا يستعين بي او بيصدر بيان النيابة العامة ب استحضار لجنة تسعية او لما لا نهاية. يعني ما عاوزين نشوف اللجان دي اخرها ايه، 11 12 13 14 15، ونقعد بقى نقضيها طلبات ونقضيها لجان. لكن احنا بنلتمس العذر للقضاء ومنصات القضاء المصرية، لانها قضية وجعت قلوب الناس كلها. الناس اللي بتقول انها مريضة المفروض يكون في تداعيات او افعال او مشاهد او وقائع تدل انها مريضة، مش في وقت الايه، مش في وقت الواقع، لا من او المريض ده بيجي يمرض في دقيقتين زي ما قرار اللجنة الخماسية قال ان هي لحظة الادراك وتنفيذ الجريمة ما كانتش في وعيها ولا كانت في نضوجها، او لحظة الادراك دي ما كانتش الست عاقلة وعشان كده نفذت الجريمة. يعني اللجنة الخماسية حاجة برضو تهبل برضو، اللجنة الخماسية ازاي انت قدرتي تحددي انها وقت ارتكاب الجريمة انها ما كانش عندها ادراك؟ لما خلاص لما كده الامر سهل ان اي حد يرتكب جريمة واول ما يتم القبض عليه يلبس البنطلون بتاعه بالمتضير، يلبس التيشيرت اللي يقع من قدام تبقى من ورا، خدتوا بالكم، ياكل من مراخيره، يشم من ودانه، ويقول لك وقت الادراك او ارتكاب الجريمة ما كانش عنده ادراك. فانا عاوزين يا جماعة امر القضية دي ينتهي ونشوف انه
هيبت في القضيه، كانت الثلاثيه كانت الخماسيه، ما دام متمسك برايه وده متمسك برايه والاثنين متمسكين برايهم، خايفين من المجازاه القانونيه او المحاسبه القانونيه من المنظومه اللي هم شغالين فيها. واخدين بالكم ازاي نطلع كداب يا عم؟ لا انت اللي كداب يا عم، طب انا مش عارف ايه. وقعدوا يستندوا بقى ان ده يعني فتره زمنيه تم استكشاف الامر على هناء لمده 17 يوم وتم مناقشتها لست ساعات وخمس ساعات، قصص كده كده فعلا قضيه تحير. الناس اللي قالت مريضه المفروض يكون في واقعه او واقعتين طول ما هي عايشه قبل الجواز بعد الجواز بتدل وبتثبت ان الست دي مريضه. طب الناس العقله بيقولوا انها عقله، برضو العقل برضو ما يركبش على القضيه دي. وفي حد عاقل يموت ابنه ويسلخه وياكله ويشفيه ويحط عليه زيت ويطبخه ومش عارف ايه؟ فالله يكون في عون قاضي المنصه اللي بنتقدم لهم بكل الشكر وبالتقدير، وان شاء الله الحق هيبان. لكن انا توقعاتي جلسه بكره يا اما الحجز للنطق يا اما تحويل القضيه مره تانية للجنه سباعيه او تسعيه. طب التفاصيل اللي حصلت جوه الجلسه، محضرين ماتيريال مع حضراتكم علشان تشوفوه معانا ومنتظرين اراء حضراتكم. لو انت وصلت معايا او حضرتك وصلت معايا لنهايه الدقيقه دي، يا ريت انت من وجهه نظرك بعد ما تسمع الفيديو، هناء مريضه ولا عاله؟ رايك يهمنا ووجودك شرف لينا. يلا بينا نشوف الماتيريال اللي معانا، ما تنسوناش في الكومنتات. معانا يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم معانا، عرفنا بنفسك من مكتب استاذ احمد حمد. استاذ ابراهيم فاروق احد هيئه الدفاع للمستشار احمد حمد. عن هم قالوا لي كده يقولوا ايه يا حاج؟ ابنها اهلا وسهلا بحضرتك. احنا عايزين نعرف النهارده كواليس جلسه النهارده ايه اللي حصل؟ هو القضيه متاجله من اول امبارح للمرافعه. جينا النهارده الصبح كان في طلب رد مقدم من المدعي بالحق المدني، بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوه او مرافعه لصباح باكر لتقديم ما يفيد ما تم في طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني. فالقضيه متاجله لبكره. النهارده هي في الاستئناف حاليا؟ القضيه لغايه الوقت اللي احنا فيه طلب الرد منظور قدام محكمه الاستئناف. عايزين نفهم الناس يعني ايه طلب الرد منظور، يعني الناس المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا عايزين نفهم يعني ايه. فهم هو قانونا في القانون المصري معروف ان حالات الرد للدايره او المحكمه بتكون منحصره عامه في القرابه، في المصاهره، في الخصومه، في الوكاله، في بعض منها. طيب المدعي بالحق المدني شاف ان المحكمه استشعرت او هو استشعر ان المحكمه متجهه لكذا، رايه الشخصي يرجع له. انا كمحامي يعني هو عايز يغير هيئه المحكمه، هو عايز يغير هيئه المحكمه بناء على استشعار وصل له. طب انا في طلبات محامي المجمع المدعي بالحق المدني يمكن تناولت جلسه اول امس مناقشه اللجنتين الثلاثيه والخماسيه. اللجنه الثلاثيه كانت متمسكه بارائها باللي هي سليمه عقليا، اللجنه الثلاثيه تمسكت بقرارها واللجنه الخماسيه تمسكت بقرارها اللي هو جه زي ما المستشار احمد حمد قالها قبل كده، من قبل ما المتهمه تتعرض على اللجنه الخماسيه وقال يا جماعه الست مريضه، انا طلبي الوحيد ان الست دي تتعرض على لجنه خماسيه، ولما تتعرض على لجنه خماسيه انتوا وشأنكم. طب كلام الراجل طلع صح والست طلعت مريضه، طب إيه اللجنه الثلاثيه متمسكه بارائها؟ اللجنه الثلاثيه متمسكه بارائها ان هي سليمه، واللجنه الخماسيه متمسكه بارائها. يبقى كده في تناقض ما بين اللجنتين، القرار يرجع لهيئه المحكمه. في محتمل ان هي ترجع تاني يتكشف عليها تاني او تدخل؟ يبقى احنا هنقضيها لجنات، هنقضيها لجان نظرا لاختلاف اراء اللجان. النهارده لجنه ثلاثيه وبكره عشان اختلاف الراي بينهم، هنقول لجنه سباعيه. طب ما اختلاف الراي بينهم هما الاثنين، ايه الفيصل دلوقتي؟ يعني يرجع للمحكمه اذا كان في انتداب او وضعها ثاني لفتره معينه في المستشفى الامراض النفسيه، بس مستحيل انها ترجع العباسيه. الجلسه الماضيه لان في تقرير سابق قبل كده، الجلسه الماضيه واللي كانت يوم السبت الماضي، يعني شهدنا ان في مناقشات حاده بين هيئتي الدفاع، بين يعني عايزين نعرف الساده المتابعين ايه الكواليس اللي حصلت داخل الجلسه اللي فاتت. كانت جلسه صعبه على الكل لوجود اللجنتين. اولا كان في صعوبيه على اللجنه الثلاثيه، صعوبيه على اللجنه الخماسيه، صعوبيه على الدفاع، صعوبيه على المدعي بالحق المدني، لان كل واحد ليه راي وليه هدف عايز يوصل له. استشار احمد حمد في الاول قال لهم يا جماعه لو الست مريضه خلاص ما هيش مريضه اعدموها، وطلع قال الكلام ده. طب احنا اثبتنا دلوقتي ان الست مريضه، احنا اثبتنا دلوقتي ان الست مريضه وفقا لتقرير اللجنه الخماسيه، وفقا لتقرير اللجنه الخماسيه. طيب ما كان صباح الراجل ده يحضر جلسته يدافع عن المتهمه بتاعته، ايه المشكله؟ انا طب رد على الاستاذه بعد كده. اللجنه الثلاثيه
اللجنه الثلاثيه قالت ان نسبه ذكائها 90% وانها مسؤوله عن افعالها. طب هنا في تناقض بين اللجنتين. القرار يرجع للمحكمه. من المقرر ان يتم بكره. يمكن انها تنتدب لجنه شرعيه بقى ولا نشوف لجنه من وزاره الصحه على حسب خط سير خط سير القضيه دي بقى رايح على فين؟ لان كده سير القضيه لغايه النهارده انا اعتبر نقول نقطه من اول السطر لان في طلب رد من مدعي الحق المدني وما زال لسه طلب الرد منظور لغايه دلوقتي في محكمه الاستئناف ولم يصدر عنه اي شيء. استاذ ابراهيم وبالتالي هيئه المحكمه النهارده بكره ان شاء الله اجلت نظر القضيه لصباح باكر لتقديم ما يفيد ما تم في طلب الرد المقدم. ممكن من بكره الدنيا تتغير كلها. ايه ردك معلم استشاره على كل شيء وارد؟ كل شيء وارد. ايه ردك على ان الست الوقت من اول اعترافات القضيه ان هي اعترفت ان هي بكامل القوى العقليه وهي اسباب جريمتها؟ من الطبيعي ان اي اي مريض نفسي او اي مريض عصبي استحاله بيقول على نفسه انا مريض، فبالتالي اي دكتور بيساله بيقول له لا انا مش مريض انا سليم. ما هي متمسكه صرخت في الجلسه الماضيه وقالت انتوا عايزين تطلعوني ليه؟ انا مجنون انا سليم. هي اتكلمت انتوا بتطلعوا عليا اشاعات، انتوا عايزين تطلعوا عليا اشاعات. اتكلمت مع اللجنه الخماسيه مع يا فندم واحده بتقول عايزين تطلعوا عليا اشاعات، يبقى دي مجنونه؟ ما هي فاهمه يعني ايه كلمه اشاعات. معنى ذلك هي اعترفت. طب تفسري بايه بقى؟ يعني هنرجع مع بعضنا كلنا، انت ست قتلتي، طب قطعت ليه؟ لا عشان تداري الجثه. وفي حاجه لسه بقى عايزه اقولها، استاذ احمد امبارح كان بيكلمني في التليفون وقالها لي ان هو حطت على الراس فلفل اسمر وملح، دي حاجه جديده يعني انا شخصيا لسه عارفه الموضوع ده. ايه ده يعني كلام في زمن اكل البشر؟ يعني الكلام ده حقيقي؟ اكل البشر الكلام ده حقيقي؟ لا ممكن تكون اتكلمت مع حد. طب نكمل. كمل. يعني للاسف الشديد فعلا زي ما حضرتك وضحت ان الموضوع ما اكتفاش بان هي قتلته بس، لا ده هي قطعت اجزاء جسده وتناولت جزء منه. هي اعترفت. بتتكلم في ايه؟ في حته شذوذ كبير. على فكره ممنوع حضرتك تطلع تحصل لك مشكله. انا دلوقتي ست قتلت. معلم استشاري القرار النهائي اللي حصل اليوم تم تجهيز صوره ليه بالظبط؟ النهارده ساده المتابعين النهارده التقديم ما يفيد ما تم في طلب الرد المقدم من مدعي الحق المدني وما زال لغايه النهارده بتنتظر في محكمه الاستئناف. توقعات اخير في الفتره ربنا يقدم ما خير خير. يعني عايزين كده احنا كهيئه دفاع ممثله بالمكتب الدكتور احمد محمد متمسكين بالدفاع عن المشكله بتاعتنا، لاننا احنا المكتب الوحيد في جمهوريه مصر العربيه المتوكل المكلف بالدفاع عن المتهم لغايه النهارده. ليكوا طلبات ثانيه؟ حضرتك مطمئن للجنه الخماسيه زي ما حضرتك وضحت يعني المحامي؟ لسه طلباتنا كلها حبان في المرافعه. يعني لسه ليكوا طلبات؟ مع المرافعه. يعني انتوا لسه تترافعوا تاني؟ هو احنا ما اترافعناش. في مرافعه احنا ما اترافعناش. في مرافعه في النيابه من حد غدا. في مرافعه من هنا. يمكن تكرر المحكمه جلسه المرافعه سواء كان بكره او بعده او بعده حسب ما يتراءى للمحكمه. احنا جاهزين للدفاع عن المحكمه. يعني لحد دلوقتي يعني المكتب الاستاذ احمد حمد لسه ما اترفعش؟ لا احنا لم يسبق لنا اي مرافعه في الموضوع. احنا كل اللي كان لنا طلبات ومتمسكين بيها من اول القضيه لغايه النهارده اللي هو عرض المتهمه على لجنه خماسيه لبيان عامه اذا كانت بتسال. تم عرضها وورد تقرير اللجنه الخماسيه بان الست مريضه ولديها اضطراب ذهاني ولا تسال عن فعلها الاجرامي وارتكبت فعلها تحت تاثير المرافعه العقليه والنفسي. بناء عليه يتم لها يصدر لها قرار ايداع المصحه، انما ما فيش حكم اكتر من كده. ده لو المحكمه اتمسكت باللجنه الخماسيه. ليه حضرتك متمسك بقرار اللجنه الخماسيه ونافي؟ انا مش متمسك بقرار اللجنه الخماسيه، ده ورق رسمي وانا بناء عليه بشتغل. طيب اللجنه الثلاثيه اثبتت من خلال ورق رسمي. طيب ماشي، ثلاثيه ولا خماسيه؟ انا عندي خمس دكاتره، ما عنديش ثلاث دكاتره. يمكن الخمسه الاطباء في اللجنه الخماسيه كانوا اكاديميين، ما كانش في غير طبيب واحد بس مختص كان من جامعه الزقازيق. بقول لك اساتذه دكاتره مستشارين بسم الله ما شاء الله. يعني مش هنمدح او هنذم بحيث ان احنا ما نبقاش ميالين لحد. بقى لنا ثلاث شهور في القضيه دي. اربع شهور كمان مصير القضيه. ناخد شهر كمان، ايه المشكله؟ كمان شهر؟ ايه المشكله؟ يعني بكره مفيش تقاضي؟ ده القضاء المصري. انا اقصد بكره مفيش، مش محتمل في بكره حكم لان لسه في مرافعه زي ما حضرتك بتقول. لا لسه في مرافعه مفيش حكم، ما اعتقدش ان يكون في حكم. حضرتك متمسك ان هناء مش سليمه نفسيا؟ مش انا بس اللي متمسك، مصر كلها بتقول ان هناء مريضه. طب مصر كلها بتقول ان هناء مريضه. يعني معنى كده لو حتى هي مجنونه او هي مريضه برضو مش هتتحكم؟ ايه مصيرها؟ هيصدر لها امر ايداع، حكم ايداع. ما ايه مصيرها؟ لان الناس بتسال. ايداع ايداع في مستشفى الامراض النفسيه. فسر بيه تكذيبها لعضو اللجنه الخماسيه.
الدكتوره اللي قالت لها مفيش مريض نفسي او مريض عصبي بيقول على نفسه انا قالت لها انا ما قلتش ان انا مجنونه يا باشا. ما هي قالت في التحيات ورا في تحيات النيابه ان هي كلت ان هي طبخت وكلت. طب ما قدام المحكمه قدام المحكمه قدام المحكمه الجلسه اللي فاتت اللي هي اول امبارح قالت لا انا ما كلتش. الدكتوره صرحت انا ما اكلتش قدام المحكمه في الجلسه. الدكتوره صرحت انها سندت على 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 تقريرها او على الكلام اللي كتبته في التقرير ان على جزء من كلام المتهمه. يعني هل ده اللجنتين الاثنين يا معلم اللجنتين الاثنين اتناقشوا مع المتهمه. اللجنه الاولانيه تقريبا 6 ساعات اللجنه الثانيه 5 ساعات ونص 40 المدة الزمنية اللي قعدتها هنا نفس المدة الزمنية اللي قعدتها هنا يمكن في اللجنة الخماسية كانت أكتر خماسية. بناء عليه اللجنة الخماسية أصدرت قرارها لأن في أجهزة تم وضعها تحت منها وتحت الملاحظة فثبت عدم عليه. شكرا لك يا أستاذ إبراهيم.